مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من عين حروده نواحي مدينه سته البيضاء. احنا مع البائع المتجول اللي كانوا كيبيعوا في اكبر سوق هنا في 17. قالوا ليهم غادي نعطيكم استفاده، عامين وهما كيتسناو في هذه الاستفاده، مازال ما خداوها. حطوهم في واحد السوق يعني غير بين ما عطاوهم استفاده، لكن بقاو فيه مده سنتين وهذا السوق جا لداخل، يعني حتى شي واحد ما كيعرفو حدا السكه، حتى شي واحد ما كيعرفو كاع هذا السوق فين جا وتحت فين كيجي ليه. اليوم غادي يحكيو لنا المشاكل ديالهم ويعاود لنا المعاناه وشنو كيطلبوا من الناس المسؤولين. تفضل السي سعيد. السلام عليكم، معك سعيد العريش، رئيس جمعيه شباب عين حروده لتجاره القرب. اختي، حنا كنعيشوا واحد الماساه هنايا. حنا كنا كنفرشوا في شارع المغرب العربي، جاو عندنا السلطات قالك اودي السوق النموذجي ها هو بدا كيتصايب، غادي نتحولوا للشريط ديال السكه الحديديه بروفيزوارمون، ريتما يكمل السوق النموذجي. السوق النموذجي باش نحطك في الصوره استاذتي، جا السيد العامل المحترم السابق السي سالم علي علي سالم الشكار، لا ذكر اسمه، فوالا جا وعطى انطلاقه ديال بدايه الاشغال نهار 6/11/2018، وكان البانو مكتوب فيه لوديلي ديال السوق هو 10 اشهر يتم استكمال السوق النموذجي باش ندخلوا ليه. من بعد ملي جاو عندنا قالوا لنا غتحولوا قرب السكه الحديديه، كنا ديك الساعه دوزنا شي 5 شهور او 6 شهور تما في شارع المغرب العربي، قالوا لنا غتجيو هنا قرب السكه الحديديه. حسبناها قلنا غادي نجيو هنا قرب السكه الحديديه، يعني غادي نخدموا واحد 4 شهور او 6 شهور وغنمشيو للسوق النموذجي ديالنا. حتى كنتفاجئوا دابا لحد الساعه حنا دابا كنعيشوا تقريبا عامين، يعني في شهر 11 نهار 6/11/2020 غادي نكملوا عامين باش تدشن السوق باش تعطات الانطلاقه ديالو ديال الاشغال. لهذا حنا جابونا لهذا المكان، هذا المكان راه الموت الباطئ، حنا كنسميوه مقبره بهذا المفهوم، مقبره لان لي كليون كتجيهم هاد لابلاص بعيده ومخيفه وما كيجيوش ما كيكونوش مطمئنين كيف ما كانوا كيجيو عندنا للشارع. حنا جينا ملي قالوا لنا السلطات غادي نتحولوا قرب السكه الحديديه، حنا تحت المنفعه العامه قلنا مرحبا، تحت المنفعه العامه قلنا مرحبا، درنا ايدينا في ايد السلطات وحنا كنثقوا فيهم، وكان واحد الاتفاق بيناتنا غنجيو نخدموا بروفيزوارمون ريتا ما يكمل السوق النموذجي. دابا حاليا كنتفاجئوا ان السوق النموذجي باقي ما كاين فيه والو. يلا دابا واحد دو جور كنت ديجا درت واحد اللايف، دابا واحد 4 ايام او 5 ايام، دابا البارح واليوم كاينين واحد 5 ديال المستخدمين كيديروا شي ديفينيسيون ديال الارضيه، لكن هذاك الشيء المهم هو ليسونسيال هو باش يتفصلوا لنا المحلات راقيه باش تضمن الكرامه ديال الباعه المتجولين، وميم طون غتعطي واحد الجماليه وواحد الرونق المكان اللي حنا كنتواجدوا فيه الا هو عين حروده ذات عماله المحمديه. وقع لكم الضرر ولوداتكم خصوصا في هذه الازمه ديال كورونا، ما كاين لا بيع لا شراء لا والو. وكيف ما قلت يا استاذتي، جات هاد كورونا الله يعطينا ببركتها والله يبعدها منا ويبعدها من جميع المسلمين، زادت الطينه بله، صافي وصلتنا حنا لدرجه العدم، صافي بنادم ولا كيضرب في الزيرو. حنا كان عندنا واحد راس مال لا باس به، تنديبانيو به، كنجيريو به مع وليداتنا ووالدينا والعائله. ملي جينا هنا ولينا كنكملوا من جيابنا، جات كورونا جلسنا ديك 3 شهور ديال الحجر الصحي، صافي تعذبنا، ودابا ني تنعيشوا الكاسيه دار ما تيجي عندنا حد الا القليل، داك الشيء ما كيكفينيش حتى انا عاد وليداتي وكذا، يعني الموت الباطئ. يعني حنا راه الرساله اللي نبغي نوجه للمسؤولين وعلى راسهم السيد العامل المحترم عماله المحمديه السي هشام المدغري العلوي، راه حنا كنعانيو في الصمت، حنا راه كنتسناو بفارغ الصبر امتى يكمل لنا هذا السوق النموذجي وتشرفنا باش تعطي الانطلاقه ديال اننا ندخلوا للمشروع، بمعنى انك تجي ودير المقص ودير لنا افتتاح ديال داك السوق النموذجي باش حنا نضمنوا الكرامه ديالنا ونبيعوا في واحد المكان يكون نقي وجميل ويعطي واحد الصوره، وتا الناس الزبناء ملي غيجيو عندنا لهذاك المكان غادي يجيو عندنا وهما مطمئنين لواحد الفضاء، لان عين حروده اصلا عين حروده زناتها كتفتقد لمثل هذه الانجازات. عين حروده كامله فيها واحد 65000 نسمه، عين حروده ناهيك عن شلالات، 65000 نسمه تقريبا، وما عندناش سوق نموذجي او كذا، يعني الناس هذاك الشيء كلشي عشوائي، وحنا مقبلين على ان كاين زناته مدينه زناته الجديده، يعني مدينه ايكولوجيه،
اللي جات شنها جلاله الملك فرانسوا هولندا في 2006. يعني هي جايه دابا راه بدا البنايات راه تقريبا واصله ل 50%. كيفاش لا يعقل اننا حنا مدينه ايكولوجيه بيناتنا 2 كيلومتر وحنا هنا كاين باقي عندنا عربات مجروره، باقي داكشي متفاقم؟ يعني هادشي راه كيجي داكشي ما ديكالي، ما يمكنش. خاص هادشي يكون عنده واحد الدراسه مسبقه، على الاقل يدار سوق نموذجي يكمل. هو كاين ولكن خصو يكمل، خصو يتفصل، يداروا محلات يكونوا نقيين. على سبيل المثال داروا اسواق نموذجيه، دار واحد في خريبكه، دار في بنو مقاده، في الحي المحمدي، البرنوسي داروا شي سته، اناسي، الازهار، يعني اسواق في المستوى المطلوب وخير. والاخر كاع اللي تصوف في البرنوسي قرب بيرلي، من هذا المنبر كنحيي جميع الفراشه في المغرب كاملين وكنقول لهم الف مبروك عليكم، وحنا حنا ان شاء الله نكونوا معاكم ونكونوا بحالكم. يعني علاش لا ما يصوبوش لينا حتى حنا بحال هذاك النموذج اللي دار الاخر في البرنوسي، يعني دار بلي ستراسي ديكور تفصلوا داكشي، محلات ستيل كيعطيو حتى الجماليه للمنطقه. ناهيك على انني انا كبائع متجول انا غادي نستافد وغادي نحيد من هذه العشوائيه وغادي ندخل لواحد الاطار هو مأطر، وتا داك لي كليون اللي غيجي عندي غادي يلقى واحد الراحه وغيكون عنده داك الشيء مسيباري ومعلق. يعني هذا هو المطلوب ديالنا، حنا ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله، حكم اننا حنا مغاربه حاملين البطاقه الوطنيه، عندنا ملك واحد الله يخليه لينا. اذا حنا كنطالبوا بشي حاجه اللي حقنا، حق دستوري، لان الملك نصره الله باغينا نعيشوا بسلام، وكيضمن لنا هو الدستور المغربي كيضمن لنا العيش الكريم، وتجلالة الملك باغينا نعيشوا ونعيشوا بالعيش الكريم. حنا بغينا غير العيش، والعيش دابا ما عندناش ابار كريم، كريم هو الله عز وجل. اذا حنا عطيونا غير حقنا، هذا راه تماطول. يعني حنا بحال نساونا، لاحونا هنا قرب السكه الحديديه، دفنونا هنايا ونساونا، ودابا هما جابونا شريط السكه كيقول لك خدموا تما، حتى كنتفاجئوا كتولي حي الامال باكمله في الفراشه. سيتادير هنا راه ولا هنا عندنا سوق اسبوعي، يعني عين حروده ولات كامله كيجيوها ناس اترونجي، كاين اللي يجي على موتور، كاين اللي يجي على تريبورتور، هوندا، اكسيتيرا، يعني كيجيو تيحطوا الرحال في عين حروده، بحكم ان كيقول لك راه كاينه العشوائيه تما، لا مبالاه، نورمال غنمشي نفرش نديباني روحي ونمشي. ولكن حنا المتضررين، حنا ابناء المنطقه، خاصهم يعطونا حنا الاولويه، بحكم اننا حنا زايدين هنا وكابرين هنا وكنبيعوا ونشريوا، حنا اللي كنا في شارع المغرب العربي، حنا دفنونا حنا السكه وكيجيو واحد اخر تيحط لك وسط رونبون تيبيع ويشري، يعني هادشي كيحز في الانفس ديالنا. لهذا حنا راه هذا بروبليم. المهم الرساله اللي بغيت نوصل هو انهم خاصهم يقادوا لنا الامور ديالنا ويصوبوا لنا سوق نموذجي يكملوه لينا ويكون داك الشيء بخوبخ ويعطي واحد الجماليه للمنطقه ويضمن لنا الكرامه ديالنا. تحياتي. واخا شي استاذ اخر غنقدم لكم الكاتب العام ديال الجمعيه. تفضل السي سيح. بسم الله الرحمن الرحيم. السيح محمد عن جمعيه شباب محمد، عن جمعيه عين حروده للتجاره والطرف. المشكل اللي عندنا هو هاد الناس، المشكل ديالي انا مثلا شخصيا ملي كنبغي نتكلم على السوق النموذجي يعجز اللسان عن التكلم. علاش؟ حيت كنعيشوا واحد المعاناه، وكنعيشوا واحد الكساد، وكنعيشوا واحد الازمه ماليه خانقه. في الوقت اللي كنا في شارع المغرب العربي كنا كنبيعوا كنا كنشريوا، كانت الامور كانت ميسره شويه الحمد لله. تم اتفاق ديالنا مع السلطات المحليه عن الترحيل ديالنا قرب شريط السكه الحديديه، وفينا بالوعد ديالنا وهبطنا جميع الفراش اللي كانوا في شارع المغرب العربي كلهم هبطوا، هبطنا لشريط السكه الحديديه. اليوم سيدي كنتفاجئوا باللي ان الناس صابره بجانب السكه الحديديه وسوق اخر عمر في الامال. كل من هو بائع من هب، كل من هو من هب ودب جا جانب جل الامال ولا كيبيع ويشري، وحنا كنموتوا هنا بجانب السكه الحديديه. المطلوب دابا من السلطات المحليه هو ان الوعد اللي كان، الاتفاق اللي كان بيناتنا بيننا وبينهم فينا هو؟ علاش ما التزموش بهذا الوعد هذا؟ علاش حنا التزمنا بهذا الوعد وبقينا ملتزمين في البلايص ديال في الاماكن ديالنا وما ملتزموش معنا بالاستمراريه بخروج قوات المساعده والدوريات؟ علاش؟ شنو هو
في كاين المشكل، علاش ما التزموش معنا؟ علاش؟ شنو كطلبوا اليوم الناس المسؤولين؟ حنا كنطلبوا المسؤولين، كنطلبوا المسؤولين. هو السوق النموذجي اللي حنا باغي نشوفوه راه 99% 99% ديال الانجازات تمت، ما بقى والو، بقى 1%. 1% هو ديك لا سيبيراسيون اللي كدار في السوق، هو ديال التقسيم ديال السوق. هادشي اللي باش كيطالبوا، بقى 1%. تضررتوا كآباء، ماشي كتجار، كآباء يعني الوليدات ديالكم كيحتاجوا عدة مصاريف ما كتلقاو باش تصرفوا عليهم، خصوصا هنا قال لي واحد السيد ما كيلقاش باش يتسفين. هاد المشكل اختي، هاد المشكل هذا، انا جيت نعاود لك قصة حياتي. راه عندي الأب ديالي مريض السكر طونسيو، عندي بنت الروماتيزم مفاصل، كنجي لهنا الكيطون ديالي خاوي، ما كنبيع ما كنشري، خاصني ما نصرف على وليداتي، ما كنديش حتى 50 درهم في النهار. عيت، راه والدي اللي هازيني دابا، انا والدي اللي باقيين هازين اللي كيتعاونوا معايا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه الاغلبيه ديال الناس، الاغلبيه ديال الناس هنايا اختي، راه ما كيبيعوا ما كيشريو، كيجيو لواحد المخيم ديال اللاجئين كيضلوا فيه النهار كله هنايا، وفي العشيه كيمشيو لديورهم. راه والله ما كيديو درهم ما كيديوهاش. وسوق اخر عامر في حي الامال، وجميع العربات مجروره، وكاينين شي ناس اللي كيجيو لاجئين، اللي كيجيو هذوك الناس اللي كانوا يديروا الاسواق الاسبوعيه، كيجيو بطوموبيلاتهم وهاز كروسه الفوق، كيبلاصي الطوموبيله ويخرج كروسه يحط فوق السلعه ويبقى يدور يبيع ويشري. والناس هنايا اللي كانوا اللي كانوا في الشارع المغرب العربي ها هما باقيين كتشوفي فيهم هنايا، ما كاين لا بيع لا شرا، كاين الركود، الركود الاقتصادي. والله اختي الركود الاقتصادي اللي كنعيشو هنا، والدخول المدرسي على الابواب، خاصنا باش نشريو لوليداتنا الكتوبه، خاصنا باش نكسيوهم ونسبطوهم، راه ما كاينش، راه والو والله اختي ما كاينش شي حاجه، والله اختي ما كاينش شي حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. احسن كلمه، شكرا لك اسيدي.